استقبلت قاعدة شرق عدة طائرات تقل مجموعة جديدة من المصريين القادمين من السودان بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لضمان سلامة المواطنين المصريين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذة أسماء عادل الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك أستاذة أسماء. كيف تنظرين إلى ثوابت الدولة المصرية في الحفاظ على أبناء مصر في الخارج واستعادتهم من الخارج وقت الأزمات؟ وهنا نتحدث عن الأزمة السودانية الدائرة حتى اللحظة. بالتأكيد أن منذ اندلاع الأزمة السودانية تعاملت الدولة المصرية باحترافية شديدة في هذا الملف، وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل خلية أزمة، ونجد أن في هذه الأزمة في تناغم وتنسيق في كافة المؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف في إجلاء الجالية المصرية من السودان سواء عبر الحدود البرية أو الجوية. كمان وزارة الخارجية والاستفادة المصرية في الخرطوم والبعثات الدبلوماسية والقنصلية بتعمل في هذا الملف لإتمام خطة إجلاء المصريين من السودان، على الرغم من الاشتراكات الدائرة في الخرطوم، إلا أن تم نقل أعضاء البعثة الدبلوماسية في مكان آخر. يعني إحنا بعثتنا المصرية موجودة لكن تم نقلها في مكان آخر لإتمام خطة إجلاء المصريين من السودان. نعم. كيف أجهزة الدولة يعني المعنية تضافرت جهودها في ملف إعادة المصريين في أو من السودان؟ كيف نجحت الدولة المصرية في إدارة ملف أزمة مثل أزمة السودان، وفي السابق نجحت في ملفات عدة في دول أخرى أجلت منها الرعاية المصريين؟ يعني هو مصر نجحت في هذا المس منذ اليوم الاول في اندلاع الاشتباكات في دوله السودان. النهارده احنا بنشوف رصد وسائل الاعلام النهارده في ان قاعده شرق القاهره العسكريه استقبلت دفعه جديده من المصريين، والمصريين العائدين من السودان بيعبروا عن توجيه الشكر للقياده السياسيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بان هو معني بان هو اجلاء المصريين من السودان. طبعا الوضع متازم في السودان، الاوضاع الانسانيه يعني في حاجه ماساه، يعني في نقص في وصعوبه في الوصول للاحتياجات والخدمات الاساسيه. ثوابت وعقيدة الدولة المصرية للحفاظ على أمنها القومي وتأمين حدودها من دون التدخل في شؤون الدول الأخرى، كيف تتابعين هذا الأمر؟ يعني في هذا الملف مصر اتبعت في هذه الأزمة، تعاملت معها بحنكة شديدة وبدبلوماسية دون انخراط، يعني بشكل يؤخذ عليها، وده اللي سهل الامر في ان هي التواصل مع الاطراف السودانيه بان هي تسهل عوده المصريين السودانيين من السودان ومن المناطق الاشتباكات، ونتيجه هذا التنسيق يعني توصلوا ان هم فتح ممرات امنه بحيث ان هم يصلوا المصريين من السودان للدوله المصريه بسلام وامان، ونامل ان الوضع في السودان ان هو يتحسن في القادم من الأيام إن شاء الله. ويحقن للدماء إن شاء الله. إن شاء الله. يعني في الآونة الأخيرة تم استقبال حوالي 16,000 شخص من غير المصريين عبر منافذ حدودية كما ذكرت حضرتك، وكما يتابع المشاهد الكريم عبر شاشة إكسترا نيوز سواء جوا أو برا من معبر وميناء أرقين البري حتى الآن. ما دلالة هذا الرقم اللي هو بيقدر ب 16,000 أو ربما يزيد في الأيام القادمة؟ وكيف تتعامل السلطات المصرية والدولة المصرية مع الأجانب في وقت أزمة مثل هذا؟ هو في تعامل فعال مع الأزمة في يعني استقبال الأجانب ان هم نقلهم من السودان للدولة المصرية، وكمان يعني في هذه الجزئية في إشادة دولية. يعني شفنا ان في مجلس الأمن التابع للمنظمة الأممية الأمم المتحدة إن في إشادة بقيام الدولة المصرية بمساعدة الدول الأجنبية إن هم نقل رعاياهم من السودان عبر الممرات الآمنة اللي يعني توصلت إليها مصر في بالتنسيق مع الأطراف السودانية الداخلية في إن هم نقلهم لمصر بسلام وأمان.
يعني وعديد من الدول الأجنبية قد شكرت الدولة المصرية على جهدها ذلك. نعم، وعديد من الدول الأجنبية بنتكلم عن إجلاء رعاياها ومساعدة مصر. هذه ليست المرة الأولى التي تنقل فيها مصر رعاياها أو تساعد رعايا أجانب من دول أخرى. شاهدنا هذا من قبل في أزمات في ليبيا أو في أوكرانيا أو في غيرها من دول العالم. قدمت مصر العديد من الخدمات، وأيضا العالقين المصريين اللي كانوا في 2020 بسبب أزمة كورونا. كيف تتابعين وتقيمين للمشاهد والمشاهدة الكريمة هذه الجهود والتجارب المتكررة لإجلاء رعايا مصريين أو رعايا غير مصريين من دول تحيط بها أزمات؟ هو ده دور مصري معروف ورائد في هذا المجال. هو في وقت الأزمات الإنسانية الدولة المصرية يعني تساعد الجميع، وده طبعا تحت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ان يعني ده وقت أزمات إنسانية، في ان احنا وقت الأزمة الجميع بيتكاتف من اجل سلامة المواطنين. نعم، وخاصة ده وقت أزمة. المتابعة اللحظية من جانب القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة أبناء مصر من السودان في هذا التوقيت، يعني رصدت ردود الفعل في الداخل وفي الخارج من خلال الوكالات الأجنبية إزاي يا أستاذ أسماء؟ طبعا العائدين المصريين من السودان طبعا في يعني بيعبروا عن امتنانهم وشكرهم للقيادة السياسية في إن هو ان التعامل مع هذا الملف بشكل عاجل، وخاصه ان الاشتباكات الدائمه في السودان هي اشتباكات يعني داميه وهناك نقص في الاحتياجات الانسانيه. فطبعا التعامل تعامل الدوله المصريه هو تعامل سريع طبعا، يعني وفي تنسيق وتناغم من المؤسسات المصريه المعنيه باداره هذا الملف، اللي ادارت هذا الملف باحترافيه شديده، وفي دبلوماسيه شديده في هذا الملف وتنسيق متكامل. وده طبعا اللي ادى اللي فيه اشاده من الداخل ومن وعلى الصعيد الدولي بالجهود المصريه في هذه الازمه. نعم، الاحترافيه في مساله نقل الرعايا ما بين الطرق البريه عن طريق معبر أرقين او قسطل او عن طريق المجال الجوي المصري، بما تصفيه او بما تفسري هذه الاحترافيه المعهوده عن السلطات المصريه في الاونه الاخيره؟ هو ده يعني هو ده بناء على خلية الأزمة اللي وضعت خطة محكمة للتعامل مع هذه الأزمة التي جاءت بصورة مفاجئة. فإن دل يعني ده يدل على إن هناك تنسيق وإن هناك تناغم ما بين الأجهزة والمؤسسات المعنية في عملية التخطيط والتنظيم يعني ودقة عملية الإجلاء من السودان، وخاصة إن في ده وقت اندلاع اشتباكات يعني الاشتباكات جارية حتى الآن ولم تتوقف يعني. نعم، خطورة الموقف في السودان في الفترة الحالية وخطورة نقل رعايا مصريين أو غير مصريين إلى مصر لتكون مصر هي البوابة سواء كحضن لأبنائها الموجودين في السودان أو لغير أبنائها من رعايا دول أخرى سينتقلوا إلى دولهم أو بلدانهم ولكن عن طريق مصر، بما تفسري هذا الأمر وكيف تنظرين إليه كباحثة بالمركز المصري للدراسات والفكر؟ يعني هو بالتأكيد إن هناك ثقة كبيرة في الدولة المصرية وفي إدارتها لهذا الملف، وإن هي التنسيق الجيد والتواصل مع الأطراف السودانية في الداخل في إن هم يوفروا ممرات آمنة من أجل إجلاء المواطنين الذين يرغبون في العودة. نعم، المخاطر اللي بتقع على مصر كدولة جوار في الفترة الأخيرة من جراء هذا النزاع الدائر حتى الآن في الداخل السوداني، في ظل تعامل مصر بحكمة بالغة وتحكيم لغة العقل والدعوة للوساطة أكثر من مرة مع الأطراف الموجودة على الأرض، يعني هناك حكمة بالغة في إدارة هذه الأزمة وأيضا الأزمات الأخرى سواء الإقليمية، ولكن نجد أن بالتأكيد أن هناك تهديدات محتملة لهذه الأزمة المندلعة، ولكن نجد على ثقة كاملة بالأجهزة ومؤسسات الدولة المصرية في إدارة هذا الملف. نعم، أيضا بنتحدث عن المخاطر الاستراتيجية، و يعني دائما ما كنا في السابق التاريخ هكذا يكتب عن مخاطر الحادقة بمصر تأتي من ربما من اتجاه الشرق أو أحيانا من اتجاه الغربي،
ولكن هذه المرة يعني جميع الاتجاهات المحيطة بمصر باتت تمثل خطورة على أمن الحدود المصرية، خاصة وليس لمصر شأن في هذه النزاعات. هو بالتأكيد أن هناك يقظة من الجانب الدولة المصرية والمؤسسات المصرية المعنية بالأزمات المحيطة بنا على دراية كاملة بالأزمات، وهناك حنكة في التعامل بما يحافظ على مصالح الدولة المصرية. نعم، بشكرك شكرا جزيلا أستاذة أسماء عادل، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.